الفكره ديال المعفره انا تعاملت فيها مع الملحن انور مقدور، كلمات ولحن، وكانت عندي من 2017 ويعني ما سجلتهاش على حسب الظروف العائليه، انا الاخ ديالي توفى، فجاء الوقت ديالها دابا فاش نسجلها. اقترحت عليها واش تقدر تكون معايا في الفيديو كليب، فلحتاش كنامن بها وكتعجبني كممثله، وغنكون زعما غتزيد واحد الاضافه كبيره، واحد الوزن كبير باش نكون صريح، واحد الوزن كبير بان واحد الدفعه قويه غتعطيني حتى السنديه، يعني اي واحد يتمنى يخدم معها. مروان صديق ديالي من سنوات، من 2013 تقريبا وحنا اصدقاء، دونك ما يمكنش انه يبغي يرجع للميدان الفني بالمغرب، وانا من هنا يكون بيدي اني نقدر نعاونو ما نعاونوش، اضافه على ان صوته كيعجبني بزاف، دونك غنكون فرحان وانا كنادي معاه هذا الكليب بيان سور، حيت الا كنا بجوج بينا نقدروا نعاودوا نكونوا اهل انه يرجع ويستقر مزيان في المغرب وداكشي، فعلاش لا. فوالا، دونك بالنسبه لي اني نكون معاه شي حاجه زوينه، باسكو حتى هو من بين الفنانين المغاربه اللي انا كنحترمهم وكنقدرهم.